يا رب دايما ايامكم كلها صحه وسعاده وشباب. النهارده اليوم العالمي للشباب، العالم بيحتفل باليوم العالمي للشباب. كلنا عارفين 12 اغسطس عام 1999 الجمعيه العامه للامم المتحده اعتمدت هذا اليوم عشان يكون فرصه سنويه للاحتفاء بالشباب، لتفعيل دورهم في بناء المستقبل، لتدعيمهم من اجل وظائف حقيقيه في المجتمع، وده طبعا لان العالم كله يؤمن بدورهم في المجتمع، وده اللي بيخلي العالم ايضا مهتم بدعمهم في هذه المرحله الحساسه من حياتهم، لان الشباب هم عماد الامم، هم اساس مشروعاتها الثقافيه والاجتماعيه. احنا عندنا في مصر كنز حقيقي بالنسبه لاوروبا، اوروبا ما عندهاش شباب، احنا عندنا من 18 لغايه 29 حوالي 25 مليون نسمه من الشباب، ده كنز على فكره، اوروبا ما عندهاش الكلام ده. صحيح يا مصطفى، دايما الشباب وهذه الفئه العمريه تحديدا بتعتبر طاقه لاي مجتمع، وده الارث اللي عندنا في مصر تحديدا. واليوم العالمي للشباب بيكون كمان فرصه لرفع الوعي بالتحديات اللي بتواجههم، زي تنميه المهارات المناسبه ليهم باعتبارهم قاده المستقبل بالطبع، وقاده الراي والفكر، وهم صناع التغيير في اي مجتمع. كمان بيفرض الجميع علينا ضرورة وأهمية دعم ومساندة الشباب عشان يحققوا أحلامهم وأمنياتهم ويطوروا إمكانياتهم وأفكارهم ويبنوا بلدهم. لغة الأرقام بتوضح هذا الأمر بالتفصيل، يعني في أرقام كتير عن الشباب ممكن أقولها لحضراتكم على بعضها بمناسبة هذا اليوم. نصف سكان العالم عندهم 30 سنة أو أقل، متوقع أن هم يوصلوا 57% بحلول عام 2030. الاستطلاعات بتظهر أن الشباب ما بين 15 و17 هم الأكثر تفاؤلاً بمستقبل أفضل. إحنا عندنا في الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو داعم دائم للشباب في كل المجالات والمحافل. شفنا ده في مبادرات ومنتديات شباب العالم، شفنا ده من خلال تمكينهم كنواب برلمان ونواب محافظين ووزراء علشان نرسخ فكرة تمكينهم في صنع القرار بشكل يعكس اهتمام الدولة المصرية بتمكينهم وبمشاركتهم في بناء مستقبل أفضل ليهم وأيضا لبلدهم. فعلا مصر عملت خطوات كبيرة جدا لدعم الشباب في الفترة الأخيرة، زي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وكان أيضا البرنامج اللي اتخرج منه شباب كتير جدا على مستوى عالي من الثقافة والوعي وقدر، بينظم فعاليات عالمية ومؤتمرات مهمة. وصلت لمؤتمرات الشباب اللي كان فيها القيادة التنفيذية وجها لوجه مع الشباب بأفكارهم وطرح كل ما يشغل بالهم والرد على الاستفسارات المختلفة. كمان شفنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللي دفعت بعدد كبير من الشباب للحياة السياسية وقدمت نماذج مهمة جدا للشباب المصري الواعي. ده طبعا غير الأكاديمية الوطنية للتدريب. الأكاديمية الوطنية للتدريب بتقدم دورات تدريبية للشباب من أجل تأهيلهم لسوق العمل. ومن الحاجات المهمة اللي حصلت أيضا مؤتمرات الشباب اللي بتعزز هذا الدور في صنع القرار وفي تبادل الأفكار، وكل ده بيظهر التزام الدولة المصرية بدعم هذه الفئة العمرية، بتزويدهم بكل المهارات علشان نعمر مصر، علشان نبني مصر، علشان نشوف مصر قوية وفتية زي هؤلاء الشباب. دايما الشباب هم اللي بيقولوا لنا الأفكار الجديدة، هم اللي بيوعونا على الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش. صحيح، زي ما احنا بنعلمهم التفكير خارج بنتعلم الصندوق. ده حقيقي، ده حقيقي جدا، ده حقيقي. خلونا مرة تانية نصبح على حضراتكم ونقول لكم صباح الخير يا مصر.